ولن ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أولا أرحب بك دكتور، وكيف تشاهد هذه التباينات والاختلافات بين تصريحات من الإدارة الأمريكية والتحذيرات بشأن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، وفي نفس الوقت نحن بصدد خروج أو تشريع قانون من مجلس الشيوخ بدعم نحو 29 أو 28 مليار دولار لإسرائيل؟ تحياتي أولا. شوف، الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل منذ بداية هذه الحرب لا جديد في ذلك، يعني ليس هناك أي حدود لهذا الدعم، دعم على جميع الأصعدة، مخابراتي، سلاح، دبلوماسي، الأمم المتحدة، دعم غير محدود. ولكن في الناحية الأخرى مقابلا، الأمريكي يعطي نصائح للإسرائيلي، يعطي نصائح لإسرائيل حتى يعني حياة الفلسطينيين، نقول للإسرائيلي لا تقتل هذا العدد الكبير، لا تمنعك اي كميه من الطعام تدخل، لان هذا ليس مصلحه، يعني لا يكترث للفلسطيني. بالنسبه لرفح اليوم، ليس هناك تغيير في السياسه الامريكيه اطلاقا، يعني منذ البدايه دعم غير محدود ولكن نصائح، والاسرائيلي في اغلب الاوقات لا يكترث هذه النصائح، الاستجداء، حتى استجداء، تصور يعني موضوع الطعام، يعني نحن نتحدث عن حل الدولتين ولكن موضوع الطعام لم يكترث الاسرائيلي، اضطر الامريكي ان ينزل الطعام من الجو ويعمل مرفأ اصطناعي مؤقت. فهناك مشكله لهذا الدعم الامريكي اللامحدود. بالنسبه لرفح الفلسطينيه، الامريكي لا يريد ان يدخل الاسرائيلي الى رفح، يعرف ان هناك كارثه، هناك مشكله كبيره، ولكن لانه بما انه يرفض مبدا الضغط على الاسرائيل، يقدم الدعم غير المحدود، فهو لا يعطي لا ضوء اخضر ولا ضوء احمر للاسرائيلي، والاسرائيلي قال له انا اخذت هذا القرار، انا دوله ذات سياده، وانا دوله ديمقراطيه، وانت بايدن هو دائما كان يقول لا نضغط على اسرائيل، اسرائيل حليفتنا. ففي نهايه المطاف الاسرائيلي ياخذ ما يريد، والامريكي يحتاج ويعترض وينصح، ولكن في نهايه المطاف هو على جانب الاسرائيلي تماما. نعم دكتور إحسان، أريد أن أتحدث معك وأنت أستاذ جامعي، يعني هناك تظاهرات في معظم أو في كثير من الجامعات الأمريكية بشأن الإصدار الخاص بإسرائيل أو بشأن التنديد بما يفعله جيش الاحتلال في فلسطين ودعما للفلسطينيين. كيف ترى هذه المظاهرات وتأثيرها على الإدارة الأمريكية أو على متخذي القرار؟ شوف، التظاهرات بحد ذاتها لا تغير في السياسة، يعني مثلا خذ قضية حرب على العراق ب 2003، تظاهر الأمريكيين، تظاهر كثر في العالم، ومع ذلك اجتاح العراق جورج بوش الابن. نعم. فالمظاهرات لا تغير في السياسة، يعني تغير في السياسة عندما تنتقل إلى نتائج مختلفة في صناديق الاختراع، وعندها يكون الناس شدت مثلا في مراكز القرار وتتغير السياسة، ولكن المظاهرات بحد ذاتها خاصة بايدن، أنا قرأت أنه بايدن لا يكترث إطلاقا، يعني يكترث مثلا في أنه بالضغط التقليدي بين السياسيين وجماعات الضغط، ولكن لا يكترث إطلاقا المظاهرات، لا يعتبرها أي شيء. إضافة إلى ذلك، يعني هناك في أمريكا تقريبا 2000 جامعة، والمظاهرات هي في عدد صغير منها، يعني هذه جامعات مهمة، لأن جامعات هي تنتج الذين ينتهوا في مراكز قرار، في وزارة خارجية، في أماكن مهمة في المجتمع، ولكن هم جامعات قليلة جدا في أمريكا. فأنا أعتقد صنع القرار لا يكترث المظاهرات إطلاقا، يعني داعمي إسرائيل في الكونغرس لم يكترثوا إطلاقا المظاهرات، وأعطوا مليارات دولارات لإسرائيل، بايدن ما زال يرسل السلاح لا يكترث إطلاقا، ولكن هو اللوبي الإسرائيلي المزعوج أن هذه الجامعات المهمة، كولومبيا، ييل، نيويورك، جامعة نيويورك، هي جامعات مهمة، يعني وهناك دعاية لها وموجودة في مدن مهمة، في أماكن مهمة، شخصيات مهمة تذهب إلى هذه الجامعات، أساتذة مهمين، فيزعج الإسرائيلي ذلك، ولكن عمليا يعني لا يغير في المعادلة إطلاقا، يعني هذه المظاهرات لا تغير أي شيء. نعم، ولكن يعني مظاهرات الجامعية خاصة وبشكل خاص تعد نواة للتظاهرات بشكل عام في الشارع الأمريكي، التي ربما تتحرك أيضا إلى مجتمعات أخرى مثل أوروبا. أي عزيز، المظاهرات نحن اليوم في الشهر السابع من الحرب على غزة، حرب إبادة، يعني كل يعرف أنه حرب إبادة في غزة، ومظاهرات منذ فترة طويلة يوميا في أماكن معينة من أمريكا. ماذا تغير؟ يعني أنا لا أقول لا يتظاهر الناس يعني، ولكن صنع القرار في أمريكا لا يكترث، بايدن لا يكترث.
بايدن لا يقدر، الكونغرس لا يكترث، لم يقول لم يقل، بالعكس هم يريدون وقف المظاهرات، لا يريدون التجاوب. السؤال ليس التجاوب مع مظاهرات، السؤال هو قمع المظاهرة. تصور يعني عملنا حق دستوري التظاهر، هؤلاء الناس لا يخالفون القانون. أنا شاهد مقابلة مع إحدى الشخصيات، سألوها كيف خالف القانون، لم تعطي أي مثل، هؤلاء الناس لا يخالفون القانون، لهم الحق في التظاهر والاعتراض. يعني يحاولون شيطنتهم أنهم معادين للسامية، معادين لليهود، معادين هم، يعني في يشكلون خطر على اليهود، وهو كله كذب، كله كذب. يعني فقط طالبة يهودية قالت أن أحدهم بالمظلة اقتربت المظلة من عينها، يعني كلام سخيف. يعني لا، هؤلاء الناس نسبة كبيرة منهم يهود كمان، يعني هم مشكلتهم مع الإبادة، ليس مع اليهود ومع حتى مع إسرائيل. نعم. حتى أغلبيتهم، أنا بعتقد اليهود بأمريكا أغلبيتهم مع إسرائيل، لكن هناك نسبة كبيرة ضد الإبادة. موضوع إسرائيل شيء والإبادة شيء آخر. نعم دكتور إحسان، يعني هل ترى وجود تصاعد أو ليس تصاعد، هل هناك في الأفق أي محاولة للوساطة أو أي محاولة الآن في الوقت الحالي لإنهاء الأزمة بشكل ما أو إيقاف إطلاق النار من المجتمع الدولي سواء أو من أيضا المشرعين يعني حول العالم؟ شوف، العالم في مكان والأمريكي في مكان آخر. العالم يريد وقف إطلاق النار، العالم يعرف أن هناك إبادة، هناك رأي عام. يعني تنظر إلى الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تنظر إلى مجلس الأمن، تنظر إلى استطلاعات الرأي حتى في أمريكا، يريد وقف إطلاق النار. من لا يريد وقف إطلاق النار؟ من يقدم دعم غير محدود؟ الأمريكي. يعني أنا بعتقد في بعض الناس تحاول تغيير الموضوع، ساعة يدخل دولة عربية، هجوم إيراني، كل هذا كلام. يعني الذي تصدى هذا الهجوم السوري الإسرائيلي هو الأمريكي. كان الأمريكي عنده وقت ليحضر حاله، وهذه الحرب حرب أمريكية إسرائيلية. يعني الأمريكي هو شريك في هذا الحرب، وهو يعرف تماماً ما يفعل إسرائيل لأنه معه. يعني استخدام الطعام كالسلاح، العقاب الجماعي، القصف العشوائي، كله الأمريكي يعرف. ولكن الأمريكي لا يكترث، أنه بايدن يقول دعم غير محدود، نحن إلى جانب إسرائيل تماما، لا يكترث إطلاقا. العرب يحاولون، ولكن لا يعني أن لا يحاول العرب أن لا يكون هناك مظاهرات، ولكن في نهاية المطاف هناك رأس الهرم هو بايدن، وبايدن إلى جانب إسرائيل تماما، والمجلس النواب ومجلس الشيوخ، رغم أن هناك أصوات مهمة هنا وهناك، ولكن بشكل عام هناك وقوف تام إلى جانب إسرائيل. إضافة إلى ذلك يزايدوا على بعضهم، يعني هناك الجمهوريين يزايدون على بايدن، يقولوا تصور أن بايدن لا يقف كفاية إلى جانب إسرائيل. ماذا أكثر من ذلك؟ دكتور إحسان، يعني بشأن المخاوف من إصدار الجنائية الدولية أحكام أو قرارات لتوقيف بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بنيامين نتنياهو، هو أيضا ربما يعاني من بعض التخوفات بشأن إصدار مثل تلك القرارات، كيف ترى هذه أو ما شابه هذه القرارات على أرض الواقع ومن حيث التنفيذ أتحدث؟ أنا أعتقد لها رمزية مهمة، لها رمزية مهمة، ولكن في نهاية المطاف كيف يطبق هذا القرار؟ من يطبقه؟ هل تعتقد فرنسا مثلا او بريطانيا او امريكا؟ ولا يطبقوا هذا، يفعلوا ما تريد محكمه الجنايات الدوليه؟ لا اعتقد. اضافه لذلك، امريكا ستعتبر هذا الموضوع معركتها. يعني تصور انت، مش يعني المشكله انه العالم العربي الاسلامي، العالم ما يتعامل مع هذه النقطه على الخارطه اسمها اسرائيل. اسرائيل هي دوله نقطه على الخارطه، لا شيء، لا شيء، رغم انه عندها قوه عسكريه قويه، ولكن حماس ب 7 اكتوبر هجمت عليها فجأة بغتة، نشرت الخوف والرعب بين الاسرائيليين. تصور هذه غزة الصغيرة. يعني اسرائيل لا شيء، اسرائيل لا تبين. حتى حرب اكتوبر بمصر، مع مصر كانوا يركضوا بيخافوا، ذهبوا لامريكا انقذونا انهيار الهيكل الثالث، ونيكسون مد جسر جوي معهم. فالاسرائيلي يخاف، الاسرائيلي دولة صغيرة، لا ليست دولة. يعني اذا دكتور، ما هي الجدوى من يعني من إقرار البيانات والأوامر الرسمية والدولية، ما هي الجدوى من منظمات مثل الأمم المتحدة إذ لم تقم بتفعيل هذه القرارات والقرارات التي تخص منظمة الأمم المتحدة
أتحدث. هو المشكلة انه التعطيل هو السياسي، هناك نعم القانوني وهناك السياسي. انا اعتقد ان الامم المتحدة منظمة مهمة، الجنايات الدولية كمان منظمة مهمة، ولكن السياسة هي تتدخل في القانون، هي المشكلة. الامريكي دائما يتبنى الاسرائيلي، معركة الاسرائيلي هي معركة الامريكي، والامريكي هو القوة العظمى في العالم. عندك مشكلة مع الاسرائيلي يصبح عندك مشكلة مع الامريكي، يعني من الذي يتحدى امريكا؟ ان روسيا كانت في اوكرانيا، ومن حاربها؟ امريكا يحاربها. فهناك قوة عظمى في العالم هي امريكا، نعم والمشكلة ان اي مشكلة اسرائيلية يتبناها الامريكي ويجعلها مشكلته، عندها تصبح يعني الجنايات الدولية تحارب امريكا، الامم المتحدة تحارب امريكا، الاونروا تحارب امريكا. لا تقدر الاونروا ان تحارب امريكا، لا تقدر الجنايات الدولية ان تحارب امريكا. هذه يعني حتى هناك سياسيين امريكيين يهددون الجنايات الدولية، يقولوا اذا فعلتوا ذلك سنأخذ قرارات ضدكم، ممنوع السفر وعدة امور. يعني هذه دولة عظمى، يعني هناك قانون صحيح، ولكن هذه دولة امبراطورية هي تحكم العالم. والمشكلة للعرب والمسلمين وأهل غزة والفلسطينيين أنه المشكلة مع الإسرائيلي تصبح مشكلة مع الأمريكي، وهذه هي صعوبة الموضوع. دكتور، أتحدث معك في هذا السؤال عن الحكومة الفلسطينية. كيف ترى التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في ظل تصاعد الأحداث في غزة واحتمالية قريبة لاقتحام مدينة رفح في جنوب قطاع غزة؟ وأيضا كيف تقيم تفاعل السلطة الفلسطينية مع تلك التطورات؟ يعني المشكلة بالسلطة الفلسطينية، ماذا عندها؟ محمود عباس ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ عنده حاملة طائرات، عنده قوة ضاربة يحارب إسرائيل. إسرائيل دولة قوية جدا، فلسطينيين يعني محتلين، هم الذي إلى جانبهم والقانون والعدل والإنصاف والعرب والمسلمين، ولكن مشكلتهم أنه أمريكا إلى جانب إسرائيل. أمريكا تبيعهم كلام، ولكن ماذا يستطيع يفعل محمود عباس؟ لا يستطيع. يعني الخيار السلمي كان في حرب، كان منظمة التحرير كانت عندها خيار العمل العسكري، ومن بعد ذلك تحولت إلى العملية السلمية وأوسلو ووعود الدولة، وتبين أن الأمريكي غير صادق وغير جاد في الموضوع، فوصلت الجميع إلى حائط مسدود. ولكن هناك دورات عنف، دورة وراء دورة. الإسرائيلي يعتقد أنه عنده فرصة مؤاتية لخلق نكبة جديدة، ولكن فشل في غزة. لو نجح في غزة كان تفرغ تماما للضفة الغربية، ولكن تعثر في غزة، لذلك هذا المشروع يتعثر. يعني هو صحيح ينكل ويقتل ويظلم ويفعل الكثير، ولكن فشله في غزة هو تحول محوري، لأنه هذه فشل كبير، فشل كبير في غزة، ولكن ما زال يضطهد وينكل ويسرق الأراضي في الضفة الغربية. مشكلة كبيرة، المشكلة الأساسية هي الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور، سؤالي الأخير، توقعاتك عن الأيام القادمة، هل هناك تصاعد في الأحداث سواء داخل غزة أو في المنطقة بشكل عام؟ شوف، المنطقة بشكل عام أعتقد الأمريكي نجح بشكل استثنائي في استيعاب تداعيات هذه الحرب. منذ البداية جاء الإيراني من بيروت وقال لا نريد توسيع هذه الحرب، معناتها هدف هو الإيراني والأمريكي على صفحة واحدة. يعني معناتها الإسرائيلي يركز على غزة والضفة الغربية، يأخذ راحته، لا يخاف. حتى الجنوب مثلا هناك من ضمن قواعد الاشتباك ربما يتخطوا قواعد الاشتباك، ولكن الايراني اخذ قرار، قال لحماس منذ البدايه، هو قال لغزه انه لن نشارككم، وقال للامريكي شوف انا لم اعرف بذلك، لم اقول لهم بذلك، ولا علاقه لي اطلاقا بهذا الموضوع، وهو مع الامريكي على صفحه واحده، فلن يكون هناك تداعيات واسعه، لن يكون هناك توسيع الحرب. ولكن الاسرائيلي منذ البدايه الاسرائيلي قال انا اريد سنه كامله، احتاج حد ادنى الى سنة كاملة، وعندما قال ذلك الأمريكي قال له لا عندك أسابيع، لا أشهر، أسابيع، واليوم نحن في الشهر السابع. فالإسرائيلي يعني استطاع أن يحصل على ما يريده، الأمريكي يحتاج يعترض، يعني يزعل، يغضب، يصعد بالخطابات، ولكن من الشهر 12 بايدن قال أن القصف indiscriminate، عشوائي. الأمريكي يعرف أن الطعام يستخدم كسلاح، ولكن الأمريكي لا يريد أن يضغط، في نهاية المطاف يلتزم بإسرائيل تماما تماما. نعم، أشكرك دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، كنت معنا على الهواء مباشرة من ولاية كنتاكي. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. شكرا.